السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض الإمكانيات في برنامج بلو بيم. البرنامج ده متخصص في إن أنت تفتح لوح البي دي إف وتراجعها وتكتب الكومنتات ويبدأ ينظم لك الشغل بطريقة كويسة جدا. تمام، تقدر تكتب الملحوظات وهو بيفرق بين ملحوظات المعماري وملحوظات الإنشائي وملحوظات المالك، يبدأ يحط كل واحدة لوحديها بحيث تقدر تشتغل على الملف والمشروع بسهولة. طيب اول حاجه هاجي هنا الاقي فايل اكسس، دي اخر ملفات اتفتحت. بعد كده هاجي هنا، ده بيجيب لي لو انا عندي اكتر من شيت بيجيبهم لي كلهم بحيث اقدر اتنقل، يعني ممكن يكون عندي كذا ملف واقدر ابدل من هنا لو هو في اكتر من واحد. تمام، طيب اللي بعد كده البوك مارك. تمام، ده ممكن تكون انت مثلا عملت زوم هنا في الحته دي مثلا. تمام، تقول له بقى ايه اعمل لي كريت مارك هنا، هو يقول لك البيج ليبل قد ايه، البيج ريجن مثلا من الحته ديت. تمام، اوكي، البيج رينج من كام لكام، اوكي. طيب ممكن حاجه تانيه ان انا اعمل زوم على الجزء تاني. تمام، واقول له اعمل لي هنا بوك مارك. تمام، لازمه البوك مارك ايه؟ ان انا في اي لحظه عايز اجي هنا الاقي نفسي رحت اللي الجزئيه اللي انا عايز اشوفها. يعني ممكن اكون هراجع حاجه مع احد الاشخاص واروح اعمل مثلا دي اللوحه رقم واحد، دي اللوحه رقم اتنين، دي اللوحه رقم تلاته، دي المشكله رقم واحد، ده المصيبه الاولانيه، دي المصيبه التانيه، وهكذا ترتب المصايب. هنا بقى الليارات، هنا طبعا كل حاجه تحطها بتبقى على اللاير بتاعتها، وتقدر تقول له انا عايز اشوف اللاير دي او ما اشوفهاش. يعني خلينا نعمل نيجي هنا ونقول له انا عايز اشوف اللوحه كامله. تمام، لو جيت هنا عند الليارات وقلت له انا عايز اقفل اللاير دي ما اشوفهاش، ثانيه واحده خلينا نفتحها كده اهوت، ده اللي هو اللوك القفل. ممكن اقول له انا مش عايز الفينش، فتلاقي دي بتختفي، انا مش عايز الحاجات اللي هي 50%، انا مش عايز الحاجات دي، فتبدا تخفي الكومنتات. تمام، تقدر تقول له انا مش عايزها في الطباعه، يعني انا عايزها تبقى ظاهره بس مش عايزها تتبع، انا مش عايزها لو انا بصدرها مش عايزها تتبع معايا في الاكسبورت، وهكذا.